المرحلة دي هي أكتر المراحل اللي أنا وصلت فيها لقمة النضج الكروي زي ما بيقولوا. يعني أنا السيزون ده أو البطولة دي اديت للأهلي أو اديت للفريق اللي أنا بلعبه أعلى مستوى بالنسبة لكابتن محمد جودة. كانت أنهي فترة يعني بالنسبة لي؟ في طبعا يعني من اعز البطولات طبعا يعني، وبتمنى النادي الاهلي ان شاء الله ان يحصل على البطوله أبطال الافريقيه، أفريقيا ابطال افريقيا اللي إن جايه شاء دي، الله. يمكن حصلت عليها مرتين 2001 2001، وانت عارف البطوله الافريقيه بتبقى على سنتين، ايوه يعني انا مشيت 2004 والاهلي حصل عليها 2000، شاركت في الجزء في الجزء بتاع 2004 2004 قبل ما حتى تمشي من حتى كنت في تركيا، رجعت بصراحه زي ما بحكي لحضرتك بالظبط، لقيت الميداليه الميداليه بتاعتي بتاعتك عندي لسه موجود، يعني المفروض يعني انا مشيت فخلاص الميداليه ايوه دي لا لكل اللاعبين اللي شاركوا في البطوله، وحتى لقيت المكافئات ولقيت كل حاجه، فاكر كويس جدا يعني انا كنت نازل اجازه من تركيا، كابتن عماد اليماني كان المدير الاداري كلمني قال لي حاجتك موجوده، كان في تكريم برضو ساعتها من مجلس الشعب او ساعتها اللي هو مجلس النواب برضو بميداليه، لقيت حاجتي كلها موجوده، وده يعني نادرا لما بيحصل مع اي نادي، يعني لعيب بيمشي او بيغادر خلاص كل حاجه بتروح عليه، فده ده اللي حصل. فاعتقد البطولات الافريقيه دي من اهم المحطات يعني. لكن بالنسبة لك انت شخصيا يعني الفترة اللي حسيت فيها ان دي كانت قمة عطائك للنادي يعني الاهلي وكانت تحت ادارة جوزيه برضو، انا بتهيألي انت لعبت مع كابتن لا انا برضو مع يعني هولمان وجوزيه صح؟ وتسوبل لا ناس وتسوبل كتير كذا مدرب وتسوبل انا بتكلم فيرست تيم، ما انا بتكلم تسوبل على فيرست تيم، وهولمان هولمان وجوزيه. وتسوبل ومانويل جوزيه وتوني اوليفيرا برتغالي برضو، اوكي يعني ديكسي الماني، يعني في برضو في مدربين كتير جدا مين اللي يعني. حسيت فيهم انه كان صاحب بصمه على محمد جوده؟ يعني اعتقد بالنسبه لي انا اللي حطيني بصوره اساسيه في النادي الاهلي كان مستر تسوبل يعني، تسوبل والحمد لله يمكن شاركت بصوره كبيره جدا وحصلنا على بطوله الدوري مع اول يعني مع مستر هولمان هو اللي بدات معاه فيرست تيم، ولكن ما لعبتش بصوره اساسيه يعني، ايوه ولكن لما جه مستر تسوبل لعبت بصوره اساسيه وساهمت في الدوري ده، وكان يعني كانت مساهمه الحمد لله مساهمه فعاله يعني، وحصلنا على بطوله الدوري، اعتقد برضو الموسم ده كان مميز جدا بالنسبه لي قبل ما يعني. اتكلم معاك عن مشوار احترافك لما مشيت من الاهلي في 2004، تمام. ده كان قرارك شخصي؟ كان قرار كابتن محمد جوده؟ يعني انا برضو هرجع برضو ان انا اصلا مشيت من النادي الاهلي فتره اعاره، رحت سويسرا الاول ايوه ورجعت على النادي الاهلي تاني، رحت اف سي اراو ورجعت على النادي الاهلي تاني. مش عايز افكر بقى الناس بقى مشيت ليه يعني، كنا بنلعب نهائي كاس برضه هقولها عادي جدا، انا كده كده يعني خلاص انا راجل مشجع اهلاوي دلوقتي يعني. تمام اتغلبنا 2-1 المباراه دي في نهائي الكاس، يمكن انا حرصت الهدف الاول وضيعت ضربه جزاء، انا نفسيا بصراحه ما يعني كنت حزين كاهلاوي يعني وحزين، فيمكن اتكلمت مع الباشمهندس عادل القيعي قلت له يعني حاسس ان دي افضل فتره ان انا امشي فيها، وكان جاي لي عرض من نادي انقره جوجول التركي فوافقت عليه يعني بسبب لكن مشيت بارادتك طبعا كان قرارك. على كل الاحوال انت صاحب تجربه برضه في الاحتراف مش قليله، انت لعبت في سويسرا ولعبت في تركيا ولعبت في السويد مظبوط. خلينا نرجع السويد. نتكلم عنها بس بعد ما نروح لفاصل سريع اتفضل ونرجع مع كابتن محمد جوده في السادسه مره ثانيه.